13,000 حالة إصابة جديدة بسرطان الثدي تشخص كل سنة بالجزائر، مع خصوصية إصابة النساء في سن مبكرة بعشر سنوات مقارنة بالدول الأخرى، حيث يصل معدل إصابة المرأة بسرطان الثدي في الجزائر إلى سن 47 سنة. خصوصية تاع الجزائر هو أنه عاد يمس النساء في سن شوية مبكر، 10 سنين قبل ما يصير هذا السرطان في البلدان الأخرى، يعني لاج كوموندي ميديان في 47 سنة. الإحصائيات تشير إلى أن 11 إلى 18% من الإصابات سببها وراثي، سبب يصعب التحكم فيه، في الوقت الذي يؤكد فيه المختصون على إمكانية التحكم في الأسباب الأخرى المسببة لسرطان الثدي. السبب الوراثي ما نجموش نتحكموا فيه، تخلق به على غالب، مي نمط العيش نقدروا نتحكموا فيه باغ لي كومبورتمون، نسنسيبيليز لا فام سور سي كومبورتمون بوغ ايفيتي لا سورفوني دو سيت مالادي. يجب علينا حنا نتحركوا، اون دوا اجير سور لا بريفونسيون، لا بريمير سيتادير بوغ ايفيتي لا سورفوني دو كانسير، باغ لو مود دو في سورتو، لو مود دو في كي دي مود دو في دي بلوس داكتيفيتي فيزيك، بلوس داليمونتاسيون سان. على الرغم من عدم تحديد الأسباب المباشرة للإصابة بسرطان الثدي، غير أن آخر الإحصائيات تشير إلى أن 40% من السرطانات يمكن تفاديها عبر التقيد بنمط معيشي صحي.